بسم الله نبدأ وعليه نتوكل. المشاهدون الأكارم أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم في طبعة جديدة من صالة التحرير. هي طبعة يعني خاصة جدا لأنها تتصل بنا بحياتنا بكل الخدمات التي تقدم إلينا للطريقة والثقافة الاستهلاكية التي نعيشها. حماية المستهلك كيف هي ومن أين تبدأ؟ ما هي جهات المنوط بها أن تحمي هذا المستهلك الذي هو المواطن السوداني؟ أسئلة كثيرة ظلت تطرح نفسها، وآن الأوان إنه نجليها وإنه نضعها بين يدي الذين يحرصون على حماية المستهلك، ألا وهم جمعية حماية المستهلك أو الجمعية السودانية لحماية المستهلك. إذا نرحب بالدكتور ياسر مرغني، الأمين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك. أهلا بك يا دكتور ياسر، ويمتد الترحاب بالدكتور المنصور عز الدين، المستشار القانوني للجمعية السودانية لحماية المستهلك. أهلا بكما معنا، أهلا بكما في هذه الطبعة الخاصة، والتي أيضا سنحاول إنه الأخبار التي رشحت في الصحف أو الوكالات الإخبارية التي تصل بالمستهلك إنه نضعها بين الأيدي حتى يتم تحليل لها كما جرت العادة في كل صالة تحرير. لكن ربما الدافع الرئيس لاستضافة الجمعية السودانية لحماية المستهلك هو أنه بعد غد بحول الله يوافق 18 من سبتمبر، وهو يوم مهم جدا ومفصلي في الحراك الذي تقوم به هذه الجمعية، لأنه هو يوم المستهلك السوداني بين مزدوجتين. إذن هو يوم وليس ككل الأيام، في كل عام في 18 من سبتمبر يتم الاحتفاء به. هي مناسبة إذا نحتفي بها مع ضيفي الدكتور المنصور والدكتور المرغني. أهلا بكم مجددا. طيب أبدأ بك يا الأمين العام، يعني هذا اليوم ماذا يعني بالنسبة لكم، ولماذا حددتم هذا اليوم على وجه الدقة والتحديد ليكون هو يوم المستهلك السوداني، وماذا يعني هذا اليوم؟ طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا جزيلا. 18 سبتمبر 2011 كان يوم مفصلي في تاريخ الجمعية السودانية للمستهلك، هو يوم مقاطعة اللحوم. كان تحت شعار الغالي متروك. قاطعنا اللحوم 3 يوم، يوم الثلاثة 18 سبتمبر والأربعاء 19 سبتمبر والخميس 20 سبتمبر، 3 يوم. وكان أول تجربة لنا تحت مقاطعة، سعدنا بها جدا، شاركنا فيها الإعلام المسموع والمقروء والمشاهد مشاركة فعالة جدا، كانت يعني بالنسبة لنا نجاح منقطع النظير. غررنا كمكتب تنفيذي أن نحتفل سنويا بهذا اليوم، يعني ذكرى الغالي متروك، لأنه شعار صالح لكل زمان لكل مكان، لأنه يعني كان فيه نجاح. نحن ما بنعرف نقيس، أنا شخصيا اقتصادي عشان نقيس النجاح، لكن سعيدين جدا أنه عندنا شهادة حقت برواز من بروزنا في الجمعية، أنه الجهاز الإحصاء المركزي قال أنه مقاطعة اللحوم 3 يوم خفضت التضخم بنسبة 2.8 بتساوي كم، ونظريتك كم، والنظرية حقت الاقتصادية أنا ما بفهمها، لكن شهادة عجباني ومعلقينها في الجمعية حقتنا أنه مقاطعة 3 يوم. فبالتالي بقينا لا نحتفل بيوم 18 سبتمبر من كل عام. طيب الاحتفال ده بيكون من خلال أيضا المقاطعة، يعني هل ستعلنون عن مقاطعة ما هذه المرة أم في كل سنة بنحتفل بحاجة، سنة محتفلين بالقانون القومي حزب السالك. أيوة. لكن أنا أقول إن شعار على الغالي متروك صالح لكل زمان لكل مكان. لكن عندنا مفاجآت كبيرة جدا في المقاطعات. هنعلن في وقتها إن شاء الله. في وقتها. اللي هو بعد غد. يعني في وقتها هنعلنها. في وقتها. طيب دكتور منصور عز الدين، يعني التكييف القانوني لثقافة المقاطعة، طبعا يعني هو حق مكفول انه نقاطع، لانه هذه امور بايدينا، نشتري او لا نشتري، يفتح الله ويستر الله، مش كده؟ نعم. طيب هل من اشكال او ثقافات اخرى يمكن ان تتبناها الجمعيات المدنيه، خاصه جمعيه حمايه المستهلك، وتسهم في خفض الاسعار غير انه نقاطع؟ لانه يعني قاطعنا والله اللحوم، لكن ظلت الاسعار هي الاسعار. انا ما بقلل من الجهد ولا الحمله المهمه جدا، لكن وممكن نقيمها يا دكتور ياسر بعيد بكل شفافية، لكن ما هي الأشكال الأخرى القانونية التي من حق الجمعية ومن حق المواطن السوداني إنه يتبناها حتى يتم خفض هذه الأسعار؟ طبعا لابد من تفعيل القوانين. في قانون تفتيش اللحوم لسنة 1974
هذا القانون يعني بيحدد كيفية الذبح وكيفية توزيع اللحوم وبيحدد بالضبط يعني الوزن المعياري للحوم. وقانون 1968 قانون السلع اللي التسعيرة. نعم. فبالتالي الآن يعني السوق ما فيه تسعيرة ثابتة أو ما فيه رقابة واضحة للمستهلك. بالتالي نحن دورنا كجمعية سودان حماية المستهلك دورنا تثقيفي. فبنحاول يعني لما رفعنا شعار الغالي متروك ومقاطعة اللحوم دارين نوصل للمستهلك ده إنه نعضد من بعض. وتعضيد من بعض لازم يعني نحس ببعض بالأزمة الاقتصادية وبالمشاكل الاقتصادية دي. ويعني دايرين نوري المستهلك ده ما شرط انت يومي تاكل لحوم. وحقيقة يعني هسه الآن معظم أو جل المواطنين ما بيأكل لحوم لسبب واحد بس، لأنه الأسعار الآن متفاوتة. وما في يد يعني ما في يد المستهلك السوداني الآن. فبالتالي لابد من تفعيل القوانين والرقابة وتفتيشها، لأنه الآن يعني أنا بزي شكري لأخواننا في نيابة المستهلك وشرطة المستهلك، يعني كل مرة بيتحفونا بأنه وجود لحوم كيري، يعني وجود لحوم فاسدة اليوم في أخبار تفتيش. أيوة. فده يعني بنحاول بقدر الامكان يعني هم المعلومات بتجيهم من المستهلك مباشره. فدي الثقافه اللي احنا قاصدينها، انه المستهلك لما يشوف في شيء غير طبيعي يعني من مهمته الاساسيه حمايه له وحمايه للمستهلك الاخر يبلغ الجهات المختصه. وتبلغ الجهات المختصه بالذات في النيابه يعني ما بياخذوا منه قروش، مجانا مجانا. يعني بتمشي بتفتح العريضه وبتتابع براكه. و احنا في جمعية السودان حماية المستهلك يعني دورنا بنصفي التثقيف فقط. يعني لسه الجمعية السودان حماية المستهلك ما عندها يعني الباور اللي بيخليها انه تفتح البلاغات او تقبل الشكاوي ونحيلها للجهات المختصة. بالتالي مشروع القانون الجديد اللي هو في 2018 دي احنا بنطالب فيه بحق الجمعية انه تقبل الشكاوي وتتابع الدعاوي نيابة عن المستهلك. يعني تقوم بدور تنفيذي اشبه ما يكون تنفيذي، اشبه ما يكون تنفيذي، يكون عندها صلاحيات و... ايوه، وهو تعاضد. نعم. يعني هو تعاضد مع القانون الأجهزة المختصة. القانون يا أيوة. يا دكتور المنصور الذي بين ايدينا واطلعنا عليه، يعني والله قانون طموح جدا، وبالفعل لو تم الان هو مشروع. نعم. قانون مشروع. لو تم انزاله على الارض يعني انا اعتقد انه سيسهم كثيرا في الحد من ظاهره الغلاء، وفي انه كل السلع تكون يعني تلتزم بمعايير الجودة وتاريخ الصلاحية وكل هذه الأمور التي والله نفتقدها. الأسواق الآن فوضى، هي فوضى باتفاق الكل. ولذلك ظل السؤال، وأنت المستشار القانوني لهذه الجمعية، يعني هذا القانون الرائع المتقن منذ العام، يعني الآن مضت أشهر كثيرة جدا وأنتم تلهثون هنا وهناك وتطرقون كل الأبواب، ما الصعوبات التي تواجه يعني إنفاذ هذا القانون واعتماده من قبل الجهات الرسمية؟ القانون الآن بين أيدينا لكن حتى الآن هو مجرد مشروع، مجرد حبر على ورق. نعم. هذا المشروع مشروع القانون عدوه خبراء من الجهات المختصة، مجتمع مدني والجهات الحكومية. نعم. وأودع هذا القانون لدى مجلس الوزراء وتم فيه قرابة 6 اجتماعات. ومجلس الوزراء نحن في البداية لما أودعنا هذا القانون لدى المجلس الوطني وكان قاب قوسين أو أدنى أنه يجاز، فأرجع هذا القانون أو أرجع لسبب بأنه قالوا ما أخذ الدورة المستندية بتاعته أنه يمشي مجلس الوزراء، أنه مشى من وزارة العدل وطوال مشى المجلس الوطني. فقلنا ما 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 في مانع يعني انه نمشي مجلس الوزراء، لانه اصلا احنا ما عندنا غضاضه في انه مجلس الوزراء يتبنى هذا المشروع. وفي متن هذا القانون انه رئيس الجمهوريه هو من يعين رئيس جهاز حمايه المستهلك، ومجلس الوزراء هو من يقوم عليه. وبالتالي نحن يعني في جمعيه السودان حمايه المستهلك بنحاول بقدر الامكان نخط يدنا مع الاخوه في الجهات التنفيذيه. نعم. بحيث انه يرى هذا القانون النور.
لأنه صراحة في تقاطع بتاع قوانين كثيرة جدا. يعني قانون تفتيش اللحوم 1974، قانون المنافسة والاحتكار 2009، قانون الصحة العامة 2009. يعني بتلقى إنه حماية المستهلك موجودة في هذه القوانين، لكن فيها تقاطعات، وبالتالي هذه التقاطعات بتحيل دون تنفيذ هذا القوانين. بالتالي لما نحن نعمل مشروع قانون موحد ويعني السودان الآن هو عضو أصيل في الاتحاد العربي لحماية المستهلك وفي اللجنة التنفيذية لحماية المستهلك، يعني نحن بنمثل في منظمات دولية وإقليمية وما عندنا قانون. يعني الآن بنطالب إن القانون ده يجاز ويتكون مجلس اسمه جهاز شؤون المستهلك. جهاز شؤون المستهلك ده بيدينا الفرصة بحيث إنه يكون بوضوح المفردات القانونية الموجودة فيه، وبيدي النيابة وبيدي يعني صلاحيات للشرطة وبيدي يعني بيدي الناس دور كبير جدا بحيث إنه نقلل القوانين الكثيرة دي والتقاطعات الموجودة فيها. لأنه صراحة يعني وزارة العدل لما اتصلنا بهم هم الآن عملوا نيابات متخصصة لحماية المستهلك، والنيابات دي اتحادية الآن منتشرة على مستوى ولاية السودان، وبرضو نسجي شكرا للأخ رئيس القضاء كون يعني أصدر قرار بمحكمة المستهلك. بالتالي بقت نيابة المستهلك مع السلطة القضائية اللي هي إنه محاكم خاصة بالمستهلك، وقع معاها نحن كمجتمع مدني بنحاول بقدر الإمكان نحضد من هذه الجهود بحيث إنه نحمي المستهلك بالقانون، وسيادة القانون هو حضارة المجتمع صراحة. نعم، ده كلام مهم جدا المستشار القانوني لهذه الجمعية، لكن ربما في ذات السياق الأمين العام للجمعية، يعني في حال الآن أنتم كأنما تحلقون بلا أجنحة يعني بعيدا عن هذا القانون، وتشعرون بالتقاطع في إنفاذ هذه القوانين مع جهات أخرى عديدة عددها المنصور الدكتور المنصور، وهي بالفعل والله عديدة، لكن هو في ثنايا الكلام قال حتى نقلل من هذه القوانين الكثيرة. وجود هذا القانون هو أيضا للأسف يعني يجعل هناك أيضا كثرة، يعني ده ما قانون جديد مش كده، هم قد يكونوا محقين أن هناك قوانين كثيرة تكفي تماما لحماية المستهلك. هنا ينبر السؤال، هل القوانين الموجودة الآن كافية جدا لحماية المستهلك؟ القوانين المعتمدة وليس هذا المشروع، القوانين الأخرى عنه. طيب نحن بنقول دارين قانون قومي للمستهلك ليه؟ نتكلم عن حاجتين أساسيات. القانون القومي ده بضمن ليه الحقوق الثمانية؟ ما عندنا قانون حتى الآن بضمن حقوق الثمانية حق المستهلك. نعم. ضمن ليه كنص قانوني حقوق الثمانية دي، وما عندنا قانون الحقوق الثمانية دي لفائدة المشاهد ممكن عديدة؟ نعم عديدة. طيب. حق حق المستهلك في التثقيف، حق المستهلك في التثقيف، التثقيف ده علينا نحن نسقف. نعم. طيب في الأمان، حق المستهلك في الأمان ده بحقه منه في الأمان ده؟ أمان في أي سلعة، أي سلعة أشتريها أنا سيفتي يعني تكون حياة. أيوة. أي سلعة أشتريها لازم تكون فيها حق الأمان، حق التثقيف، حق المعرفة. أنا أعرف بزيد كم كيلو كم كيلو كلر، يعني كده لازم يكون فيها توصيف تماما. حق الاختيار، من حقي اختار، مش يكون عندي احتكار، لا، اي سلعه عندها بديل لازم اختار انا، يكون في مجموعه سلع، مجموعه سلع اختار منها. حق سمع صوته، سمع صوته تمثيله للجهات القانونيه، الجهات الحكوميه، يكون ممثل. اي الماء اللي عنده راي فينا كجمعيه، بيشوفنا بشكل تاني، بنظاره تانيه، يجيب لاي زول من الشارع يدخل يسمع رايه، سمع صوته ده واحد من حقوق المستهلك. اسمع صوته بيديك راي احسن من رايك، او بيديك راي تبتكون جايب لك حق المستهلك. سمع صوته تاني، حق المستهلك في التعويض، اي سلعه او خدمه معيبه من حقها تعوض، وحق العيش في بيئه صحيه خاليه من المخاطر. نعم. الحق الاخير هو حق تبقى الحته الاساسيه، في 8 حقوق عالميه وجيزت بها جيزت عالميا وكل مره بيطوروها اكثر واكثر، دائره انا تكون عندي موجوده في نص قانوني، قدرتها فرضتها في نص قانوني في الخرطوم، لكن عقوباتي هنا ضعيفة. ثانيا ده قانون ولائي،
الان قصه حقت البلاستيك مثلا ابو مثال الناس هربوها من هنا والدوله الثانيه مزارع قوميه بجد. ايوه احنا دايرين قانون قومي طاري لكل الولايات ما في يعني ما في القانون ده بيدينا هويه 8 دي. وتاني حاجه بيعمل لي كل الاجهزه الرقابيه القوانين دي كلها بيعمل لي في جسم واحد هو جهاز قالوا لك ده وفي كل الدنيا جهاز مستردي جهاز سيادي ده القانون بتاع سلطان عمان الجهاز تابع لسلطان قابوس ما في ده بالصوره الجهاز تابع لسلطان قابوس مباشره تماما السلطان هو المسؤول عقوبات رادعه جدا جدا اقرا لك واحده بس عقوبات رادعه جدا يعني دي العقوبات يعاقب كل من يخالف احكام المواد 7 8 5 طاير كده لحد ما بالسجن مده لا تقل عن 3 اشهر ولا تزيد عن 3 سنوات وبغرامه لا تقل عن 2000 ريال عماني ولا تزيد عن 5000 2000 ريال عماني يا استاذ العزيز 6000 دولار صحيح 6000 دولار ولا تزيد عن 50000 ريال عماني 150000 دولار طيب او بعد هاتين العقوبتين وإذا ترتب على الجريمة وفاة شخص أو أكثر فلا تقل عقوبة السجن عن 5 سنوات دي القوانين ودي هيبتها ودي فرضيتها يعني أنا أصنع لي بسكويت يقولوا لي بايز يدفع لي 6000 دولار تاني ما بكررها يعني صحيح لكن مش 1000 جنيه مش 1000 جنيه القانون ده بغريمك 1000 جنيه عشان كده استمرؤونا عشان كده استعبدونا كل يوم احنا قابضين لنا حته وكل يوم الناس عاملين لنا نهايه وكل يوم النيابه قابضه لها حته احنا في الجمعيه ما عندنا دور تنفيذي دارين يسمحوا لنا بالقانون ده مش دور تنفيذي يسمحوا لنا نيابه عنكم نرفع قضيه الان عندنا قضايا رفعناها كنت تقدم بالقانون ده لكن باسمانا الشخصيه زي ما قال الدكتور منصور وليس نيابه عنا وليس نيابه عنا لليله بلاغنا حق الزيت المحور قاعد في النيابه باسمانا شخصيه وبلاغ كثير جدا دكتور منصور فاتح بلاغ في حته وكل فاتح بلاغ في حته في اسماء نحن دارين الدنيا كجسم كجمعيه ودي ما حاجه نشاز كل العالم ماشي كده وفي كل الدنيا حمايه المسالك دي شان حكومي نحن كمجتمع مدني دور نجي ننور الناس بالجهات الحكوميه بتحمينا بتعمل في شنو؟ نطلعها برا للاعلام ده كلام مهم يعني القوانين ليست رادعه لا يعقل 1000 جنيه في مخالفه كارثيه قد تؤدي بحياه شخص طيب نشوف. المشروع تضمن نوع من القوانين الرادعة مثيلة أو شبيهة بالقوانين التي تم اعتمادها في دول أخرى عديدة منها سلطنة عمان مثلا يعني فيه إشارة واضحة لضرورة أن القوانين المتصلة بحماية المستهلك تكون رادعة هل فصلتم في هذه القوانين يا سيد المستشار؟ طبعا من ناحية قانونية حماية المستهلك إذا وزعناه على الدستور دستور انتقالي 2005 المادة 19 والمادة 64 بتتحدث إنه يعني المستشفيات التشخيصية مسؤولية الدولة وبتتحدث عن مجانية العلاج للمستهلك إذا أخذنا قانون 1984 قانون المعاملات المدنية المادة 138 بتتحدث عن التعويض المجزي للمستهلك الآن لا يوجد تعويض للمستهلك خالص إذا يعني لو حصل لي أي ضرر ما ممكن أرفع دعوة بتاع التعويض ما بتلقى حق لأنه ما مضمنة في القوانين يعني ما مضمنة في هو القانون الجنائي 1901 يعني معدل 2015 أيوة قانون شامل هو حقيقة يعني لكن تطبيقه يعني النيابة ذاتها لما تقعد بيكون في 20 قانون قدامه يعني هي ذاتها عشان تطبق جاته قانون مشكلة فبالتالي نحن لما لجعنا لمشروع قومي لحماية المستهلك ويكون قانون إطاري بيسهل للأجهزة المختصة بأنه تفرد العقوبة وتلقى المادة يعني تلقى المرجعيات تلقى أيوة مرجعية واحدة يعني لأنه صراحة حتى القضاء يعني ما بيقدر بيحكم إلا يكون الكود قدامه نعم فالكود لما سهولة الكود قدام القضاء بيسهل له أنه يحدد المادة المختصة ويقدر يحاكم بيها صحيح. لكن إذا كان قدامه 20 أو 30 قانون فبسبب إشكالية غير كده ليه ما نحزو حزو الدول الأخرى يعني مش سلطنة عمان براها يعني الأردن عندها مديرية حماية المستهلك ده 2017 قانون وفيه تفريد عقابي يعني صعب جدا وفيه رقابة وتفتيش بل إنه عندهم جهاز مختص الجهاز ده يعني إلكتروني هو الجهاز ده لما تمرره على السلعة
بيديك يعني السلعة تاريخ إنتاجها، بيديك المواصفات الموجودة فيها، تاريخ الانتهاء كذا. يعني حتى هي مكونة من شنو يعني؟ أيوة يشرح لك جهاز يعني ده بسيط جدا، إحنا ما موجود عندنا هنا في السودان. يعني ساهل ممكن يجي يعني هسه الآن الحكومة الإلكترونية والتجارة الدولية وبتكلم عن أنظومة الآن الدولة تتكلم عن أنظومة إنه الدولة كلها ماشية في طريق الحكومة الإلكترونية، بالتالي من باب أولى حماية المستهلك. يعني إذا جبت الجهاز ده حتى إذا مرتوا عليه الصيدليات بتخطوا في الدواء بيديك كل المواصفات الموجودة فيه. فيعني نحن صراحة جميع السودان حماية المستهلك، أنا أفتكر إنه نحن دايرين نخش في عباء الحكومة. يعني في عبايتها دايرين نخش فيها بالقانون ده، والأبواب مغلقة. والأبواب مغلقة والله لك كلام ما عارفين. طيب يا دكتور ياسر، البعض يعتقد إنه مفهوم أو ثقافة الاستهلاك وجمعيات المعنية بحماية المستهلك بس للمسائل بتاعت الأكل والشرب، طبعا ده مفهوم كبير جدا. نعم. يعني ياريت نعدد كل ما يقع ضمن هذه المنظومة، كل ما هو مستهلك. نعم. المستهلك ده أي حاجة بتدفع فيها قروش ده استهلاك، سلعة أو خدمة ده خش في حماية المستهلك. أي حاجة تشتريها بقروشك. أيوة. جيت وزعت لي حاجة مجان قتلتني ما انت اديتني اش. أيوة. مش حد ما بيختار. لكن دفعت فيها جنيه ما بخليك. اي حاجه، كهرباء، المويه، كل حاجه دفعت فيها جنيه شغلتي. حتى لما المدارس الخاصه مش بدفع انا دي قوانين المدارس الخاصه، دي قوانين موجوده ما في اي تطبيق لها، لا في مجالس تربويه، لا في كده من هنا. يعني دي قوانين تابعه لوين؟ للوزاره، للوزاره الخرطوم والتربيه. طيب اللائحه المدرسيه 2012 خلينا نبدا، ودي لائحه بتاعت المرحله الثانويه، ودي حق مجلس الاباء، مجلس تربويه. ما في، ربنا يرحمه ويغفر له، الوزير يحيى مكور 2012 عمل هذه اللوائح وشاركنا فيها، وكانت ورش وشاركت فيها خبراء تربويين ومجلس التربوي واساتذه محترمين جدا، حسين الخليفه ومجموعه. لكنها قاعده في الادراج، ما مطبقه، واي مدرسه خاصه تعمل فينا ده تعمله. انت بنيت بيت يا خالد لاسرتك من 8 اشخاص ماكسيمم، قعدت معاك ابوك وامك وانت واولادك 8 اشخاص، فجاه يجوا يغرق البيت 8 اشخاص يكون بيت ل 800 شخص، يعملوا مدرسه من دون اي مواصفه. وقز على ذلك، فالقوانين موجوده لكن التنفيذ زي ما قال الدكتور منصور، نحن دايرين الحكومه دايرين سعيده، نحن جزء منها. نحن المجتمع المدني هو بقود الحياه. انت يا حكومه راغبين، احنا بنراقب لك مجان ساكت. احنا جزء من الدوله، جزء من الدوله الحكومه. نعم، جزء من الدوله. يعني الدولة. احنا نعم. نحن جزء من الدوله. نعم. وليس من جزء من الحكومه. نعم. 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 لكن مهم يا دكتور المنصور، طبعا العام الدراسي لما بدا اثيرت مجددا قضايا يعني تثار كل عام، اللي هي القضايا المتعلقه بالرسوم الدراسيه، ثم حدثت او حدث ما حدث من سقوط في فصل الخريف لبعض المدارس ووفيات يعني عديدة جدا، كانت مشاهد والله مؤلمة إلى حد كبير. ده ملف أنا بفتكر إنه نمنح بعض الدقائق، وإن كان يستحق ساعات بل حلقات، حتى نوضح إنه هناك قوانين وإنه المواطن ربما لا يدري بها، كان بإمكانه إنه يعتمد عليها في مطالباته المشروع، إنه مثلا المدارس الخاصة ما تزيد كل عام زي ما هي عاوزة. أنا مضيت معاك. بعد مرور طيب يا ريت تشرح الحاجات دي وتوضح إنه إن كانت هناك بالفعل ثقافة لحماية المستهلك وقوانين معتمدة وكان هناك نوع من التفعيل لهذه القوانين، ما كان أحد يضار على الإطلاق. لكن نحن حنواصل في الموضوع ده من بعد فاصل قصير، من بعد نعود لنستكمل هذه الطبعة الخاصة والتي تعنى بحماية المستهلك. هنا صالة، أهلا بكم مجددا في هذه الطبعة الخاصة والتي نستضيف من خلالها الدكتور المنصور عز الدين المستشار القانوني لجمعية السودانية لحماية المستهلك، والدكتور ياسر مرغني الأمين العام للجمعية. قبل الفاصل الدكتور المنصور كنا نتحدث عن أنه هناك قوانين بالفعل على الأقل في ولاية الخرطوم تم إيجازها تتعلق بالملفات المتصلة بالمدارس، خاصة المدارس الخاصة بما في ذلك طبعا المدارس
الرسوم الدراسية. حدثنا عن ما حواه هذا القانون، وهو بالفعل يكفل حق أولياء الأمور في أنهم لا تحدث هناك زيادات من غير موافقة أو تكون بشكل إجباري، وأنه أيضا طالما هم يدفعوا ففي المقابل يفترض أن البيئة المدرسية تكون آمنة، مفهوم السلامة. نعم طبعا هي دي من ضمن الحقوق حقوق الثمانية الأمان للمستهلك. وحقيقة نحن يعني المشكلة بتاعتنا أين الخبراء؟ يعني مفروض يكون في خبراء أو مجلس خبراء خاص بوزارة التربية والتعليم لتغيير، مش لتغيير المناهج، لا نحن نتحدث إنه تغيير الحقبة الزمنية ذات اللي بتفتح فيها المدارس. ليه دائما المدارس تفتح في الخريف وانت عارف إنه استعداد الخريف صفر؟ يعني عندنا دائما يعني احنا يعني بفاجئنا الخريف، يعني نحن بفتكر انه يعني داير يوم، انا بتمنى انه يوم من الايام نحن نفاجئ الخريف ده، مش الخريف يفاجئنا. نعم يا ريت نجهز ليه. صحيح ده جزء. الجزء الثاني هو تفعيل القوانين. القوانين موجوده وللاسف الشديد نحن الاحداث بالسوق نوع من سوق الاحداث. نعم. يعني انا اتمنى برضو انه نحن الاحداث دي نسوق، مش بعد يقع الحدث وبعد ذاك نحن نفكر ان احنا نعمل شنو. نعم فدي اشكاليه. يعني بعد شوية نقعد نتلاوم في بعض من المسؤول ومسؤولية من، وكل واحد يخطها في التالي، كل يرمي بالكرة في ملعب الآخر بنفقد فلذات أقبادنا. يعني نعم. بالتالي يعني صحيح القوانين لها دور كبير جدا ولها يعني فعاليتها، وفي القوانين دي في مجلس الآباء. يعني مجلس الآباء ده بفتكر إنه يعني يرفع له خطة استراتيجية إنه يقللوا عدد الشهور دي ويقلل المواد. يعني دي مش انا مستغرب انه الطالب بيكون شايل له شنطه شوال، يعني بيكون شايل له 20 كتاب ولا 30 كتاب. صحيح. وتقول له يعني حتى في الخطه بتاعت المدرسه اشكاليتها، يعني مفترض انه انا اعرف الجدول، يعني مفروض يكون في جدول لمده اسبوع بس فقط، اعرف هو الحصص الموجوده واعرف اليوم ده ذاته هل بحتاج انه يعني مفروض اشيل كتب اليوم بس. الطالب يقول لك لا، ناس المدرسة هناك بيقولوا لنا تجيب الكتب كلها احتمال الأستاذ ده يغيب، عشان كده الكتاب مفروض يكون معك. يعني الطالب ده ملزم يشيل الشوال ده في ظهره يومي. دي إشكالية. الإشكالية قبل كده نحن تكلمنا عن الترحيل الآمن للأطفال، هناك حوادث طبعا، حوادث كثيرة جدا. يعني النقل الآمن للأطفال ده يحب نقول والله من خشم الباب لخشم الباب. تكون في مشرفة، عمر الشخص ذاته البسوق الحافلة ده مفروض يكون أول حاجة يكون متزوج عنده خلق كريم، العمر بتاعه ذاته مفروض يكون فوق للخمسين سنة، لأنه أنا ممكن يا أخي أركب لي أطفال بتاع مدرسة لواحد عمره 21 سنة أو 22 سنة. صحيح. فدي إشكالية ذاتها. يعني ده جزء من المشكلة. ثاني المدارس بتفرض، يعني حتى الآن بتتحين على القوانين المدارس الخاصة. يعني أنا مشيت لمدرسة ما وقلت لهم يا إخواننا الرسوم وفق للقانون مفروض تزيد بعد 3 سنين. فبيقول لك لا، أنا إحنا الميزانية الجديدة عملت الدولة دي فاجأتنا، والأستاذ بيجي بشيل كم وما عارف شنو، فبيقوم بخطها في الترحيل. يعني يقول لك صح، أنا إحنا ما زدنا الرسوم، يعني الرسوم دي هدي لها 4000، لكن يقوم يقول لك الترحيل ب 3000، كان ب 1000 أو ب 500 ويقول لك 3000. أنا حرجع عليك يا دكتور، بس المواطنين بدوا يتواصلوا معنا، حرجع عليك. أهلا بك، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة، معكم محمد المعمورة. السلام عليكم. الله يخليك، الله يسلمك. الصوت الداخلي يا راشد المخرج، هنا الصوت الداخلي. نعم. ألو. مرحب، الاسم لو تكرمتي. معكم محمد المعمورة. أم محمد المعمورة، تفضلي يا أم محمد. الله يخليك، يديك العافية. الله يبارك فيك، تفضلي. الله يخليك. والله نحن بنعاني من المدارس دي معاناة شديدة. ويتكلم معاك موضوع يعني. نعم. نحن سجلنا ودتي مدرسة خالد بن الوليد هذا العام. وبعدين طلبوا مننا ندفع 5 مليون، قال الوزير قال كده. هي مدرسة خاصة؟ مدرسة حكومية. حكومية تفتح 5 مليون؟
والله قال لي تدفع 5 مليون، روح الزول ده بقى عنده ابوه مهندس فني كهرباء وبيترك 2 مليون شويه. كويس؟ وجينا كلمناهم واحتذرنا لهم قالوا لا تجيبوا القروش. دفعنا لهم اول مره 2.5، ثاني مره جينا مشينا دفعنا 2، فقد لنا 500. كويس؟ جينا بعد كده والله قاعدين 4 طلبه في الكهرباء اقل من 6 طلبه الكهرباء. طيب المستشار يعني الشنطه بحطها في الارض عشان يكتب. المستشار غانوني بيسالك يا ام محمد، هل عندك ايصالات؟ نعم. ايصالات الدوك ايصالات دفعت بها المبالغ دي؟ في يدك في ايصالات؟ ما عندي اي ايصال. طيب خليك مع منصور حيسالك بعض الاسئله، تفضل يا دكتور. كويس. لو عندك اسئله ليها تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه يا ولد اللي يديك العافيه. ابنك ده هو في مرحله يعني في اولى ابتدائي. اللي هو اساس. اي. اولى اساس. ال- 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 القرار الجول قال لك ادفع به ده هو من مجلس الاباء ولا قال لي قرار من الوزير وزير التربيه والتعليم؟ قال من وزير التربيه. انا لما مشيت انا مشيت في الجد قلت لهم يا اخواني انتم الكلام ده قال لا نحن الناس اللي كانوا دفع ده بدري ما دفعناه، انت جيتوا بدايه السنه تدفعوا 5 مليون. يا اخواننا نحن لازم المدارس الجنب اللي دي مدارس ما في وجبنا لكم هنا، ليه ندفع 5 مليون؟ قال لازم تدفع 5 مليون. طبعا نحن بنقول من ثقافة المستهلك من مفترض أي قرش أنت تدفعيه تقول له يا أخي أنا بدفع لك لكن تديني وصل، إذا ما أديني وصل ما حأدفع. ما أدانا وصل، ما أدانا وصل. وحتى جيت إحنا مشينا كلمناه مرتين ثلاثة، أنا مشيت وإيه ومشت وما عدى. نحن ما زعلانين على 5 مليون، زعلانين على إنه الكلام اللي قاعد فيها الطالب ده 4 طلبة تسوي في أولى فصلين وأربعة طلبة في كنبة، والله ما زيد عن متر ونص. الولد ده يخططه في الواطاء، والله لما نجي لآخر اليوم تقول ما كافي مدرسة، تقول كافي مغبرة. لا إله إلا الله. الفصل الفصل فيه كم طالب يا أم محمد؟ كم وخمسين ولا كم وستين؟ فصلين ولا فصلين؟ فصلين في فصل. قال قرار من الوزير قال ادفعوا كده. الوزير كان عنده رغبة دانا له واتصلت به وأبي أبي أبي يستقبل نهاية. نعم. طيب شكرا. ما أنا بلاي، ما أنا بلاي. زي كثيرين ونحن الان احنا ندفع مدرسه حكوميه وبعد ده ما اعطى خدمات. شكرا يا ام محمد. شكرا الله يخليك. ودي مدرسه حكوميه نحن قلنا مدرسه كويسه وديناها ولكن برضه. شكرا يا ام محمد. نحن ندفع وندفع وبعد ده كله ما في. كلامك واضح يا محمد، شكرا لك والله. دي غايته وانا ما اعرف لكن ما سا والله مبلغ كبير في مدرسه حكوميه وبدون وصل، بيئه طارده، 4 في كنبه صغيره جدا، فصلين في فصل واحد. اتفضلوا رايكم شنو؟ والله ده بلغ على الهواء. انا يعني شاكر جدا لام محمد، ده بلغ على الهواء. احنا نتمنى انه الوالد الجديد يبدا لنا بالموضوع ده، يعمل لنا هزه مباشره. نعم يعمل له تحقيق. ايوه يبقى في تحقيق. انتوا هزه الجمعيه بتاعت حمايه المستهلك مش ممكن هسه الملف ده؟ نعم كده مش مكتمل. مكتمل خالص. طيب الخطوه الثانيه شنو يعني؟ ده السؤال يعني. الخطوه الثانيه والي الولايه يطوالي يعمل لنا زي ما قال لك التحقيق. ايوه ويهز لنا التربيه والتعليم تماما، يهز لنا الاداره تماما لتحصيل قروش برا الموازنه او برا الميزانيه بدون اي ايصالات من دون اي في مدرسه حكوميه. ودي قرارات رئيس الجمهورية 5 مليون. رئيس الجمهورية قال مجان مجان التعليم الأساس ده، ودي دخلت ضده، تحقيق ضده سنة أولى مدرسة حكومية وقالتها وسمتها خالد بن الوليد في المعمورة. خلاص ده بلاغ مكتمل أركان وبلغ على الهواء. تاني رئيس شنو؟ احنا نتمنى برضو الناس المعنيين بالمدرسة احتمال يكون في فالباب مفتوح يجي يقولوا نفعل. نعم. أيوة. أنا عايز أسأل سؤال. نحن الذاكرة السودانية بتاعتنا لو اتفقتوا معي ذاكرة خريبة، مش كلنا يعني معظمنا بننسى احداث كبيره ومهوله، بنعمل كده مراثي والاعلام يشتغل وراي عام في قضايا ثم تاتي يعني اشكاليه اخرى فننسى الاشكاليه الاولى القديمه. نعم. طبعا في كل مره يتم تكوين لجنه التحقيق. انا بصراحه شديده في هذه الطبعه الخاصه، ما حتطلع من هنا الا تورونا بدينا برقية التي يعني سقطت داخل دوره مياه في مدر المعلمه الشهيده رقية. يا سلام. والله نترحم على روحها. من بعد ذلك طالبات المدرسة اللي سقط فيهم السور. طبعا لما رقية بدأت الموضوع بتاعها كلنا اشتغلنا عليه كإعلام وحتى كجمعية، ثم لما ظهر موضوع السور نسينا موضوع رقية. لما ظهر طلاب المناصير
اللي هم تم يعني حادث الغرق المشؤوم والمشهور نسينا ما قبله. في كل مرة الكل يسأل وكأنه دي عاوزة يعني إجابة، من المسؤول؟ من المسؤول عن يعني كل هذه الكوارث؟ في دول أخرى حينما يقع الذي وقع يعني يبدأ المسألة من أعلى الهرم، الوزير المعني لو في تصادم قطار طوالي يتقدم باستقالته منه وزير النقل، إن لم يتقدم باستقالته تتم إقالته على الفور ومن بعد ذلك تبدأ المحاسبة. هسا عملنا لجان تحقيق لكل القضايا دي، طبعا هي كثيرة، أنا بس المستحضر منها ثلاثة قضايا لأنها كانت كبيرة، ولكن انتهى كل شيء. في انتظار إشكالية أخرى حتشغل الرأي العام وتنسينا كل هذا الإرث من الإشكالات. فضل يا دكتور منصور، رأيك شنو؟ من المسؤول؟ ده سؤال كل الناس، في حادثة رقية، في حادثة المدرسة السور سقط، في حالة القرق في البحيرة، منطقة البحيرة. نعم طبعا نحن في الجمعية السودانية حماية المستهلك زي ما قلت لك انه نحن في حوجة ماسة لإجازة مشروع هذا القانون، لانه اذا اجيز هذا القانون معناها بيبقى احتراف ضمني من الحكومة بوجود جهاز مختص لمتابعة هذه القضايا. يعني زي هسه ام محمد، انا ما عندي اي صلاحية في الجمعية السودان حماية المستهلك عشان امشي بالنيابة عنها افتح بلاغ. بالنيابة عنها ما ممكن، ما ممكن. يعني دي الا تمشي هي شخصيا تفتح البلاغ. وللاسف الشديد يعني زي ما بتقول انك انت المواطن السوداني نساي نسا وباركوها. يعني حكاية باركوها دي مزعجة جدا. يعني يا اخي بارك المزلة وخليها وخليها تمشي وهناك، فاذا طبق القانون كل زول بيقف في محله. يعني هسه ده مال مستباح بتاع مواطنة يعني دفعته لزول، فالمال ده يعني زول ده ودوه 5 مليون دي اللي بيحاسبه منه الجهل بتحاسبه منه تورد وين؟ تورد لحساب المدرسة ولا حساب كيفيته كيف؟ وكم كم من زي دي شال منها قروش؟ يعني انا افتكر انه ده اكل مال الناس بالباطل. نعم يعني دي مشكلة كبيرة. طيب لما يطلع الوزير، وزير التربية طبعا الوزير الحالي يعني والقبله تكلموا عن انه لا زيادة في الرسوم، وحتى لو اجتمع الا بموافقة مجلس اولياء الامور، كان ما بيقول لهم زيدوا لكن بطريقة كده وكانوا بهندسوا لهم طريقة الزيادة. ما اولياء الامور لما يجتمعوا في المدرسة وهم دائما بيختارون بطريقة انا ما عارف حقه يتكلم عنها برضو، فخلاص بيقروا هذه الزيادات. في طريق ثالث نحن ممكن نتبعه في انه، لانه هم برضو بيشكوا يعني في المدارس الحكومية انه في اشياء كثيرة ليه علاقة بالترميم والصيانة والدورات المياه والكهرباء المطلوبات. طبعا هي وزارة بصراحة كده يعني لا تخصص الكثير من الأموال لهذه المدارس الحكومية، فهم يضطرون انه ياخذوا بعض يعني التبرعات سميها كما شئت من أولياء من خلال نافذة أولياء الأمور. في حال غير ده يعني غير انه ندفع الطلاب ده؟ هو طبعا التعليم جزء أصيل للحكومة. يعني الحكومة بموجب الدستور هي مفروض تعلم ملزمة مجانا ملزمة. طيب الآن يعني في أركويت لما الوزير طلع قراره وطلعت لجنة وتحقق على أساس إنه تحدد المدارس ويقول لك المدرسة دي عائلة للسقوط وبالتالي إنه شنو يتم تكفيل المدرسة، فده شيء حاسس همم المواطن. يعني المواطنين براهم ومشي جاب اسمنت ومشي جاب طوب وبنوا المدرسة وصلحوا المدرسة وهنا. ليه؟ لأنه عارفين إنه الحكومة يدها مغلولة ما تقدر تعمل أي شيء. حتجفف يعني المدرسة يعني كل قرارك إنك تقول لي جفف المدرسة والطلبة يمشوا عشان يدرسوا بالمساء ده ما حل طبعا. نعم نعم فده دي اسمها إسعافات أولية. يعني لكن الحل الجذري وين؟ دي مسكنات يعني أيوة نعم يعني انت حل جذري صحيح. يعني ادي جهة الاختصاص اتفق معك والله على اساس انه تحل المشكلة حل جذري. طيب ملف المدارس ده مهم يا دكتور منصوري، لكن طبعا بيهمنا برضو الاسواق والله، وانت معني بالموضوع ده تماما يا السيد الامين العام. نعم. لجمعية حماية المستهلك. الاسواق وما ادراكم الاسواق، اللي بيحصل والله لا يحكى ولا يقال، من فيه الكثير من العجائب والغرائب. نحن هنجي للملف ده لكن انضم لنا مواطن صحفي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بس اسمك لو تكرمت بدايه. حسين عبد الرحيم درجه. حسين عبد الرحيم اهلا بك يا استاذ حسين، تفضل.
والله انا داير الاخوه الصحفيين الذين تستضيفهم الان ان يتحدثوا لي عن ثلاث نقاط. النقطه الاولى هي ارتفاع الاسعار في الاسواق وخاصه اللحوم واللحوم البيضاء. الارتفاع جنوني رغم انه هذه كلها منتج محلي، فما هو السبب الذي يؤدي الى ارتفاع الاسعار؟ نعم. وفي ظني ان المواطن السوداني الذي يبيع للاخرين هو يتحمل مسؤوليه 60 الى 70% من الذي يحدث في جنوني الاسعار. الانسان بطبعه يميل الى جمع المال باي طريقه، ولذلك نجد ان الارتفاع في الاسعار متصاعد. نعم. الحكومه عليها ان تضع حدا لهذا الارتفاع. الشيء الاخر، تجد كثير من الناس لم يستبشروا خيرا بتشكيل الوزاره الجديد، بما انه 80 الى 85% من او اكثر من الوجوه التي جاءت لتشكيل الوزاره الجديد هي وجوه قديمه بالنسبه للمواطن السوداني، ولكن نسال الله سبحانه وتعالى ان يصلح الحال، واتمنى ان يتحدث الإخوة في هذين النقطتين. وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا المواطن الصحفي الراتب حسين من شكرا لك يا حسين. طيب أنا طبعا أنا حقه أوزع بينكم الموضوع ارتفاع الأسعار ده ما نخليه مع موضوع الأسواق. نعم. أنت الملف ده حتقوم نعم. تتكلم فيه، ولكن نعم. النقطة الثانية هي طبعا محتاجة لموضوع قد يكون خارج شوية ولا هو داخل، يعني حماية المستهلك داخل فيها حكاية انه الوزراء دي المفروض ما يكونوا مكررين ويوم ما لكم علاقة في الموضوع. لو عايزتك النقطة الثانية دي تجاوب عليها دكتور منصور ممكن. جاوب عليها اقول شنو؟ انه قال لك الناس يعني كانت مستبشرة خير، لكن التشكيل ربما البعض يرى انه والله ما ابي اغلى عيش لنفسي تحت الامل، ونحن مأملين مأملين كويس. فعلين؟ ايوه فعلين. التفاؤل هو لابد منه، لكن بالنسبه لنا احنا كجميع السودان حماية المستهلك الاجهزه الحكوميه دي ما عندنا بها علاقه لا من قريب ولا من بعيد. نعم. لكن بس دايرين اي زول يقول له امر المسلمين ديل يدي حقه. يا سلام. يعني بس نعم ما دايرين منه اكثر من كده. طيب ارجع لك يا دكتور ياسر. نعم. يلا نعم احنا عندنا قوانين، قانون منافس منع الاحتكار دي اللي قال الاسعار، القانون ده واضح جدا في حكايه الاسعار، لكن زي ما قال لك دكتور المنصور ما يتفعل بشكل المطلوب وما المجلس حقه ما قام عنده مجلس بتاع المنافسه ده ما قام ولا من 2009 حتى الان ده كان عملنا في الحياه. عندنا قانون ولائي ده الاسر احنا شغالين به في ولايه الخرطوم، خلاص ده قانون ولائي التجارة. نعم. بيلزم اي زول ده يعرض اي سلعه انه يكتب سعرها. ما حددوا السعر، اكتب قول ده فيها 50 جنيه لكن اكتب 50 جنيه لكن ما في تحديد، ما في تحديد لكن طيب. اكتب لا الكتابه دي حاجه والاسعار حاجه، خارج الكتابه دي هي بتخفض السعر. كيف؟ عشان انا نفسك اجي اقلل من 50 دي لازم. لكن لما نكون كلنا ما كاتبين ده الفريق هنا. انت اكتب 50 عشان انا اجي نفسك اعمل 45 والمسلك ده نجيط. الان ازمه الخبز انتهت لكن في بعض الافران تلقى 4-5 انفار واقفين صف. ليه؟ صح. لانه ده خبزه حلو، خبزه كويس وجيد، الناس عارفينه. نحن في محسنات، نحن في بيت، نحن في بيتنا بنخلي 5 مخابز، نمشي للسادس البعيد قريب 3 كيلو لانه خبزه كويس وبيديني خبزه كويس. وفي الخبزات عندي 4 انواع، عندي طاسه بجنيه، عندي مدوره بجنيه، عندي مدوره بجنيهين، عندي 3 ب5 جنيه كبيره في فرن واحد هنا في الخرطوم دي. وقيس على ذلك مستهلك نجيط بعرف رأي القانون ده قانون لو طبقوا ليه بس المادة دي عقوباته ضعيف جدا. حكاية اللحوم البيضاء واللحوم الحمراء لأنه أصلا من أمن العقاب أساء الأدب، من أمن العقاب أساء الأدب. العقوبة تقول لك 1000 جنيه، 1000 جنيه يعني شنو؟ 10 كيلو جداد ولا حاجة. 1000 جنيه فقط؟ 1000 جنيه هذه لا تقل عن 1000 جنيه ولا زيد 5000. لا حول الله. ده قانون بتاع عشان أوريك إنه ده قانون طلع 2012 اهلي قانون الطبق. اللي بيخالف القانون غرامه لا تقل عن 300 جنيه. 300 جنيه انا اجي في مستشفى الشعب او اللي سيجاره يوم مستشفى الشعب يغرموني 300 جنيه. ده قانون 2012. هل احنا جادين؟ مجلس الشعب هل احنا جادين؟ طبعا هي معروفه. تفضل
طبعا قانون السلع والخدمات لسنة 1968 قانون ساري، وللحقيقة والتاريخ إخواننا الجهة بالسعر الوحيدة هي وزير المالية. يعني يا وزير المالية هم سياسة الأسواق الحرة أو السوق المفتوح ما فتح لي لا ده ما قانون ساري الآن يعني يتعارض لكن مع لكن ما بتخلي السوق تكبح جماح وما بتخلي السوق على كيفه. يعني للأسف الشديد أن إحنا ست الشاي مش لأنه تقليل منها، بس تكلمنا عن الدولار، علاقة بالدولار شنو؟ يعني السلع أو اللحوم السلع عامة ما لها علاقة بالدولار. بعدين نحن ما ولاية تبع أمريكا، السودان ده جزء قائم له سيادته، فزي الاتفاقات اللي عملتها مع تركيا ده ما شرطتها تتعامل بالدولار. ليه صحيح. كل مرة تمشي بتاع الورنيش يقول لك الدولار زاد، تمشي ما بعرف الدولار ده شنو؟ فدي ثقافة ذات ثقافة منتشرة وثقافة بائدة نفتكرها. صحيح. إنه الشيء المعروف يا أخي ما تتكلم عن الدولار، تتكلم عن الإنتاج. يعني القانون اللي بقول لك 1968 ده الوالي هو البسعر في القانون ده، وهو البراقب، وعنده في أربع مواد. المادة الرابعة بتتكلم عن تركيز دعم السلعة، يعني أي سلعة مسؤولية الوالي دعمها. فكل مرة يتحدثوا لنا عن إنه رفع الدعم. فانت داير ترفع الدعم ده لمتين الان هسه، يعني المواطن خلاص يعني بقى يعني على الحطيط زي ما بقول على الحافه. ايوه، فما ممكن صحيح. انك انت كل مره يعني قوانين نعم. فعل القوانين دي ودعم السلع الاستراتيجيه نعم. سهل للمواطن. نعم والله يعني حلقه بالفعل لا تكفي. انا بعد انكم كل اسبوع او اسبوعين تكونوا معانا، بس لازم نختم بموضوع والله انتوا مفروض تدافعوا عن المستهلك، وعن تحديدا موضوع الترحال والشركات الذكيه اللي استخدمت التطبيقات. كانت في حمله غريبه جدا حاولت ايقاف هذه التطبيقات الذكيه، ريت تكلمونا عنها من ناحيه قانونيه، هل يحق لهم ذلك؟ دوركم شنو كحمايه المستهلك في الموضوع ده؟ طيب، في قانون جديد طبعا، قانون تنظيم الاتصالات والبريد 2018، وفي قانون معاملات الالكترونيه ده قانون 2007 من 2007 وقانون محترم جدا جدا، لكن ما لقى حظه من النشر. في الان مثلا الدفع الالكتروني الدولار 2005 الدولار 2005 ده كيف عن القانون، لكن اقول لك انه يعني مثلا الان مثلا في الدفع الالكتروني كنت انا اشتري بطاقه دي جهات حكوميه ترفض تتعامل معنا البطاقه. واقصد بكده الكهرباء، مش الكهرباء بتدي بطاقه دي وتدير بيرفضوا ما عندهم اي مكانه، دارين كاش نقدا. شركات الاتصالات كلها مش تدفع فاتورة حقتي، بدي بطاقة حقتي بتاعت البنك. قال لي ما عندنا. قلت له ما عندك ليه؟ قال لي تجيب لي النقد. اجيب لك النقد كيف؟ انا ما البنك ما اداني النقد. دي حكومات داخل حكومة، لازم القانون يمشي. من امن الرقابة سر ادب، يعني احنا نكون جادين في حكاية الحكومة الالكترونية دي، وفي حكاية الدفع الالكتروني، وفي حكاية منشي القروش. استاذ خالد، انا الوحيد جيت ماليزيا قبل شهر، انا الوحيد خشيت الطيارة دي بتذكرة ورقية. اي زو شايل تليفونه شايله ده فيه تذكرته جوا، عرضوا على المسح الضوئي وخش الطيارة. تفضل يا دكتور. طبعا أنا بتحدث عن الثمانية حقوق اللي هي من عهد جون كندي، وطبعا أول قانون لحماية المستهلك 1873 في أمريكا. والحقوق الثمانية دي كان أربع حقوق أتكلم عنها جون كندي، وأربع سنة 1985، وفي سنة 1989 أضيفت الأربع حقوق الأخرى. وأهم حاجة في 2015 اللجنة الاقتصادية الاجتماعية في الأمم المتحدة أضافت خمس حقوق، وأهم حق أنا بفتكره إنه حق الحق المالي. يعني تودع مالك وتسحبه في أي وقت. طبعا ده موضوع الساعة، دي مشكلة كبيرة. أنا عايزكم الاثنين نص دقيقة جويز، أنا بنتزع انتزاع لأن الوقت المحصص لي انتهى تماما. موضوع السيولة ده نختم به، تفضل قول رأيك ونشوف دكتور ياسر رأيه شنو. يعني هيئة علماء السودان تحدثوا وأفتوا بأنه تعتبر وديعة للبنك، وإذا ما صرفتها في الوقت الطلب المودع تعتبر حرام شرعا. فبالتالي ده حق، يعني مش حق دولي، خلي الشرعي. طيب ليه الناس عجزوا في انه يرفعوا شكاوى قانونيه ضد هذه البنوك؟ ليه؟ والله هو طبعا كان في بلاغ كده جاهز، يعني بشكوى جاهزه في المواقع موجوده، بس ما حصل. ايوه صحيح. لكن هو ليه الدوله، يعني الدوله في الانظمه العالميه او الدوليه، وانه في من ضمن الخمس حقوق دي الحق ده
حق دولي نعم. وفوق للدستور يعني. فبالتالي يعني نحن نسمع يقول لك رأس الجمهورية طلبت من بنك السودان توفير السيولة للبنوك، وتمشي البنك ما بتلقى، تمشي صرافة ما بتلقى، في حلقة مفقودة. يعني الحلقة المفقودة دي حد الآن نحن نفتش ليها هي إيش، ما موجودة. دكتور ياسر، إحنا عندنا لجنة قانونية حقتنا، آخر حاجة معنا، لجنة قانونية قالت إنه البلاغ الجنائي ممكن أي وكيل نيابة يعني يقول ما في تعدي جنائي ويشطبوا لك نعم. لكن الدعوة المدنية مضمونة جديدا. والآن الجمعية السودانية لحماية المستهلك عبر لجنة قانونية بيعدوا في مذكرة في دعوة مدنية ضد البنوك، لأنه غشونا. بنك السودان عبر الناطق الرسمي بتاعه سامي بيقول أنا ما قلت، ما حددت سقف، وبنوك تقول بنك السودان قال لي ما تدي أكثر من 1000 جنيه، وطلعوا قرار بتاع إنه لو من نفس البنك تدفع 4 جنيه، لو من بنك تاني. يعني بنك السودان هزم المسألة بنفسه. نحن كجمعية سنرفع دعوة مدنية عبر لجنة قانونية للجمعية المستهلك، وإذا ده ينضم لها ينضم لها عشان تبقى تجربة وسابقة، وقروشنا وأموالنا حقوقنا، أموالنا حقوقنا بس، أموالنا حقوقنا. توقيع أخيرا والله زمن انتهى، لكن أنا بعد يا دكتور ويا دكتور إنه يكون في حلقات مش حلقة واحدة، وخلي كل حلقة تحمل عنوان قائم بذاته بحول الله. لكن شعر بق عندك حيدر تقوله كده، نحن انتهينا والله. هو بس الشيء اللي بقوله شكرا جزيلا لك، وإنه الآن أنا يعني مطمئن إنه هذه الحلقة يعني أتت أكلها، ويعني اللي هو ده من مقصود في الجمعية السودانية حماية المستهلك نشر ثقافة المستهلك. صحيح. أنا أفتكر إنه بحمد الله إنه نعم. الآن جزء من ثقافة المستهلك وصلت الآن الرسالة، ونتمنى من المستهلك السوداني إنه يحزو حزو يعني كل الدول الأخرى ويطالب بحقه وحقوقه إن شاء الله. وشكرا جزيلا. شكرا لكم. طبعا نذكر في نهاية هذه الطبعة إنه بعد غد اللي هو 18 من سبتمبر هو يوم المستهلك السوداني، احتفلنا اليوم إذا يقولوا قيدومة كده، عملنا هذه الاحتفالية الكبيرة اللي قال فيما قال دكتور ياسر مرغني الأمين العام إنه حتكون في مفاجآت كثيرة، ننتظر هذه المفاجآت. إذن الدكتور ياسر مرغني الأمين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك، شكرا جزيلا لك. أيضا الدكتور المنصور عز الدين المستشار القانوني للجمعية السودانية لحماية المستهلك، شكرا جزيلا لك. ولا ننسى أن ننوه كل متابعي صالة التحرير والصحف السودانية أنه في الغد الاثنين بحول الله ألوان الأسبوعي في طبعته التابلويد طبعا الملونة، الطبعة التي أصبحت يعني ينتظرها القارئ العزيز في كل اثنين صباح كل اثنين في الغد بحول الله، ألوان في ثوبها الجديد الأسبوعي التابلويد 32 صفحة ملونة الجديد والمثير من الموضوعات والقضايا والملفات، وأيضا الكتاب ليهم وزنهم الثقيل في عالم الكتابة الصحفية. شكرا جزيلا لكم، كما أشكر كل الذين تابعوا هذه الطبعة من الصالة وحتى الملتقى، دمتم في أمان الله وحفظه. شكرا يا دكتور. شكرا يا دكتور.